لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. رح نحتاج لكيل، كمكوة، تمر، عسل السنبلة، خل تفاح وبندق. كيل هو مش ورق السلق، أهم إشي الناس تعرف ما بيفرقوا بين الكيل وورق السلق. الكيل هي من الورقيات اللي جديد دخلت على المطبخ العربي، خلينا نحكي، أوكي؟ من فرشكو موجودة على فكرة. وبعدين الحلو بالموضوع إنه مش دائما لما بنحكي سلطة يعني ضروري تكون بس خيار وبندورة، لا، نحاول ندخل فيها أشياء ثانية لحتى الناس ما تزهق من السلطة ودائما تكون عنا طبق من الأطباق الرئيسية على الطاولة. 100% بدي أرجيهم إيش الكيل هو. اسمه كيل، هو بيجي بهاي الطريقة من فرشكو، هيو تمام، اسمه كيل تمام. طيب هلا الكيل ورقته دانا شوي يابسه اخشن، اوكي، فانا عشان اطريه بدك تحطي عليها شويه، بدي احط عليه الخل، يعني الدريسنج رح نحطها أوكي. هون اوكي، ورح نحط الملح والزيت على السلطه بهاي اوبا على الكيل بدنا نحطه، اوكي. بعدين بدنا نحركيهم كلهم شوي بالضبط هيك، شوي نطري الورقه، وعبين ما نخلص تقطيع الكمكوا بيكون طري عندنا الكيل. شايفه قد ايه طري بسرعه مع الخل. وما رح احط عليها ليمون لانه انا عندي الكمكوا اوريدي حامضه. طيب رح اغير الجلوفز صراحه. حطيتي انت العسل ولا لسه؟ لا ما حطيته لسه. اوكي بدنا هلا العسل، نقدر اذا عشان عندنا تمر نقدر نحطه، نقدر نستغني عنه. اوكي اوكي عشان كمان عندي التمر حلو هون. ايش كان بدي كلوبس؟ اوكي طيب، وانت قاعده عم تخلط السلطه بدي اقرا شوي من التعليقات اللي عم توصلنا. صباح الورد من تجان عامله مقلوبه، يومي مقلوبه مخبصه تكون عن جد اذكى شيء، باذنجان وزهر بس تكونوا مشويين مش مقليين. لا مقليين تردوش عليها، هي كمان بدها تقول لكم شو تطبخوا بالبيت. طيب هلا خلينا نشوف رندا بتحكي لنا عامله شوربه عدس، تفضلوا. صحه وهنا يا رندا. دانا لسه مش عارفين ديما، هي اعطيناك اليوم افكار ممكن انك انت تحضريها بالبيت. احكي لي الكمكوا بتذكرني بالمزرعه عندك. عندهم شجره نلقط منها، نلقط وناكل. طيب بدنا نقطعها بهاي الطريقه. يعني المعظم عم ببعث لنا شوربة عدس، شوربة عدس. سيرين عم تحكي لنا عاملة اليوم أوزي صحتين، معكرونة بالخضار وشوربة خضار. زكية صحة وهنا، مخشي سناء، والله كلياتها أشياء زاكية صحية. عجبتك يعني؟ طيب أشياء زاكية مش بس صحية. أعطيني صحن السلطة بليز. اوكي تفضلي. أوكي. اوكي احنا هيك خلصنا السلطه، بس بدي احط كمان اكمن قطعه كمكوا بالاخر. طلع ما احلى شكل هدانا عن جد. واخر شيء نقدر نضيف عليها رشه بندق، تطلع كثير زاكي. عاده بيستخدموا الناس الجوز او اللوز، كثير قليل ما يستخدموا بندق. او بربطوا البندق بالشوكولاته بحيث صح، بس انه بس ما بحطوه على ولا اي شيء ثاني غير انه شوكولاته. هي جاهزه.